إنجازات غارسيا في فرنسا ونونو لا يعرف البطولات. تعاقدت أندية دوري روشن السعودي مع مدربين بارزين قبل انطلاق الموسم الجديد في طليعتهم الفرنسي رودي غارسيا والبرتغالي نونو سانتو والإسباني فيسينتي مورينو، وتنطلق المسابقة يوم الخميس بمباراتي الفيحاء وضمك والخليج الوافد الجديد أمام الهلال الفائز بالنسخ الثلاث الماضية. وأبقت 6 أندية على مدربيها من الموسم الماضي للدوري السعودي للمحترفين، وهم الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال، والروماني آلين هورفات مدرب الباطن، والكرواتي كريشيمير ريزيتش مدرب دمك، والصربي فوك راز ويفيتش مدرب الفيحاء، واليوناني جورحيوس دونيس مدرب الفتح، والفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الاتفاق. ويمثل تعاقد النصر مع غارسيا تحديا جديدا للأخير الذي سبق له تحقيق عدد من الإنجازات، كان أبرزها الدوري الفرنسي مع ليل في 2011 وكأس فرنسا للعام نفسه، بالإضافة إلى عدة من الأدوار النهائية للبطولات القارية، نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2020 مع ليو الفرنسي، ثمن نهائي البطولة نفسها في 2016 مع روما الإيطالي، فيما استطاع قيادة مارسيليا الفرنسي نهائي الدوري الأوروبي 2018 وثمن نهائي 2010 و 2015 ليل وروما، ونهائي كأس الرابطة الفرنسية مع ليون في 2020. ويسعى البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو مدرب نادي الاتحاد إلى كتابة فصل نجاح جديد في مسيرته، بعدما سبق له التتويج مرة واحدة في مسيرته مدربا عندما عاد وولف أرهامبتون الإنجليزي إلى الدرجة الممتازة متصدرا ترتيب أندية تشامبيونشيب 2018، كما قاد الذئاب إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي 2020 ونصف نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي 2019، بالإضافة إلى استطاعته إبقاء الفريق ضمن المراكز الدافعة في الدوري الإنجليزي الممتاز لثلاث أعوام متتالية، بينما شهدت فترته مدربا لفالونسيا الإسباني تأهل الفريق لدوري أبطال أوروبا 2016 للمرة الأولى منذ موسم 2012-2013.